بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير أخواني المشاهدين وأينما كنتم أخواني المتسابقين، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج شروق. هذه الفقرة برعاية نبراس، المشروع الوطني للوقاية المخدرات، وضيفها الدائم الدكتور سامي الحمود. حياك الله دكتور سامي. الله يحييكم، سعيد بشوفتكم من جديد. الله يحييك. الله يحييكم يا شباب، مرحبا بك. الله يحييك دكتور سامي. طبعا موضوع جديد اليوم، وهو موضوع عنوانه جميل جدا وخلفها أشياء لازم نعرفها كلنا ونتعلم كيف نقول لا، كيف تقدر تقول لا. طبعا عنوان الحلقة ضغوط الأقران ومهارة توكيد الذات دكتور. إذا تبادرنا إلى العنوان نقول وش معنى توكيد الذات. طيب أول شيء مساكم الله بالخير، بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الله يحييكم إخواني جميعا، وهذه حلقتنا الثانية. تذكرون الموضوع الماضي بدينا فيه بعض موضوع الحشيش، تساهلوا الناس فيه وتساهلوا، وكان السؤال الكبير تذكرون لقى الناس بالماضي، ليه الشباب هل عندهم جهل؟ ما يعرفون إن المخدرات بشكل عام يعني إنها فيها مشاكل، إنها تضرك، إنها تشوه حياتك، إنها تفقدك رضا الله ورضا والديك والناس اللي حولك ومستقبلك وأهدافك وبناء شخصيتك. طيب، وكان السؤال اللي كان نواف الله يعطي العافية وأنتم تفاعلتوا معي فيه، إنه عندنا مشاكل، ما عندنا زود يعني جهل إن المخدرات ضارة، تمام، لكن عندنا نوع من الضعف في الأنفس. عليكم السلام، هلا بالشباب. أنا بدينا عادي، اللي يسلم يجلس. لا لا خذوا راحتكم عادي، اللي متأخر بناخذ منها غرامات. أنا أوريكم ما في زد رصيدك هنا مخالفات والله لو أوريكم. طيب حبايب قلبي، فكنا نقول إحنا ما نقول إيش، خلونا نسولف، ترى الموضوع يعني ودنا نسولف أكثر من نتكلم كلام نظري. ليه الشباب يدمنوا مخدرات يا أخي؟ ما يعرفون؟ لا يعرفون، لكن في شيء، في عوامل خطورة إذا جت عند الإنسان، ها، دخل في عالم الإدمان. من أعظم عوامل الخطورة اللي نتكلم عنها اليوم موضوع مهارة شخصية في بناء شخصيتك، يعني أبدأها مثل ما سألني الآن نواف وش توكيد الذات. بسطها لنا يا دكتور، عطنا شيء يفيدنا في حياتنا ومستقبلنا، في نجاحك، تحقيق أهدافك. والله اضبط المهارة. المهارة هذه اسمها توكيد. شو توكيد الذات؟ أنت ذاتك وشخصيتك لها حقوق، وفي حدود بينك وبين الناس، تمام، وفي ضغوط تجيك من الناس اللي حولك حتى تغير قراراتك. أنا حين لو قلت نواف تشرب قهوة ولا شاهي؟ زين، قال والله شاهي. قلت له والله لم تشرب قهوة، شو يقول؟ خلاص تم، يلا ضغطت عليه أنا، صح؟ هذه ضغوط الأقران. طيب ضغوط لها علاقة بالسلوكيات، لها علاقة بالسلوك يعني، والأفكار. ونخوكي كم من فكرة شاطحة، فكرة مثلا إرهابية، هالشاب اللي الله يعني يكفينا وياكم الشر، دخلوا في إرهاب ولا أفكار ضالة ولا غلو ولا أشياء شاطحة، جاء واحد رمى عليه فكرة ولا قدر يقول لا، سمم فاصل الريوس على قولة الشباب، ها، قال والله ما رد. كم من الشباب اللي دخلوا في الإدمان، تمام، قال والله جيت في مجلس ما رد، والله أني معهم استحيت أقول لا. هذه مشكلة كبيرة. جيتك فرصة في مجلس من مجالس، والله فرصة لو أنك، لكن نفسك ضعفت فاتت عليك الفرصة. ولذلك توكيد الذات زين هو معناته إيش؟ سلام عليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا، جيبوا لكم كراسي شباب هنا، ولا شوفوا لنا توسعي بينا ترتيبات، خلوا الأمور بسيطة، ها، عشان كذا البساطة، إيه البساطة أحمدي وزي ما تحبون. زين يا شباب، عليكم السلام، مرحبا، مرحبا بكم يا شباب. مهارة توكيد الذات حتى يعني يكون الموضوع يا شباب مفيد لنا، كيف تأكد حقك يا مرحبا، مسك بالنور، كيف تأخذ حقك زين وتعبر عن اللي داخلك، حلو، سواء كان بسلوك زين أو اللفظ، طريقة ما تسيء فيها للآخرين. الناس ثلاثة أشخاص توكيد الذات الآن، واحد ضعيف، دخلت مطعم أعطاك لحمة باردة وانت دافع فلوس، وش تسوي؟ بعضهم ياخذها، وش تسوي؟ تردها، تردها، تردها. طيب في واحد ثاني، اضربوا لي مثل، لو مو بنتو يعني،
اوب 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 يا دحام. لا امزح امزح. بيضر الى كويس عيش الدور اباك تعيش الدور. عليكم السلام ورحمه الله. فعلا لا ويدخل جوجل. اسمعوا شباب واحد يدخل جوجل ماب التعقيم عشان لقى المطعم زين وذا بس في ملاحظه قام شطبهم أسوأ مطعم في العالم تكفون لا احد يجيه قيمه صفر صفر مو ب 10% ولا 20 30 ولا 40 لا لا صفر يشطبك يوطاك صح تمام. وفي واحد ضعيف الضعيف ايش يسوي؟ ام عيال تقول له يا ابن حاب العامل جايب ان النعمه الله يكرم النعمه لكن من حقي انا اني اطلب شيء يستحق الفلوس اللي بادب وباحترام حقي. فيقول يا ابن حاب ما نبي مشاكل اوكي ها كل يا ابن حاب ولا خليه. طب قلت تكلم هو نفسيا ترى ضعيف ترى شوف ما لها علاقه يا جماعه الخير بالتواضع العفو عفو القوي مو بعفو الضعيف تواضع العزيز مش تواضع الذليل. اسمعوني يا شباب انا ما ادعوكم ان الواحد يصير اعوذ بالله نار موقده ولا يرحم احد ارحم التواضع التنازل حقك بالتنازل من قوه. مهاره التوكيد هذه اني اكون لا اكون هم ثلاث اشخاص انسان حطمه نسميه احنا يحط من قدامه هذا عنده اسراف في التوكيد عنده توكيد زايد يتجاوز فيه على الاخرين متسلط نسميه مو مؤكد. وفي انسان عليكم السلام في انسان ضعيف تتمد له سيجاره الحشيش ولا الحبه قال والله عندي واحد يا شباب قبل اسبوع يقول لي مشكلتي قلت وراك منتكس قلت تعافى ورجعت قال والله شوف هو يقوله مشكلتي باختصار ما قلت لا ما اقدر اردها والله ما ردها اذا جتني شلون يا حبيبي قال والله ما اقدر اردها. قلت انت يبغالك اعاده يعني دورات ما تسوي دورات يعني ما نكبر المواضيع يبغالك جلسات في موضوع انك ايش تعرف تقول لا. فهذه مهاره توكيد الذات انك تعبر عما في داخلك بطريقه فيها حمايه لحقوقك ها بس بدون غلو او اعتداء على الاخرين. هذا التوازن اللي نبغاه بمعنى انه اللي في نفسك داخل يطلع برا بشكل واثق وبشكل مؤدب ومحترم. هذه باختصار اللي احاول اوصل لكم الفكره في موضوع توكيد الذات. واذا قال لذلك قال فلان عنده ما شاء الله عنده توكيد ذات ولا يجي في بالكم يا شباب ان يقول توكيد الذات انك خذ حقك واضرب العالم وتسلط على الناس لا. حدودك حقوقك تنتهي حيث تبدا حقوق الاخرين. فهذا الانسان اللي فعلا يكون بعيد عن السلوكيات او الافكار الضاله او السلوكيات المنحرفه لان عنده توكيد ذات عنده يقدر يقول لا يقول لا بكل ثقه وبكل ادب وبكل احترام لحقوقه وحقوق الاخرين. طبعا هاي توكيد الذات عرفنا انها كيف تقدر تقول لا وضغوط الاقران نقول السلوكيات اللي تاثر من الاصدقاء اللي حولك تمام اصدقائك. طيب تمام. كيف نقدر نستفيد من مهارات توكيد الذات ونوظفها في التعامل مع ضغوط الاقران؟ الله عليك. ليش ضغوط الاقران يا شباب؟ اللي في اعماركم الان زين واعمار حتى اللي اصغر منكم الشباب اللي يوم كنا في المراهقه والشباب وبدايه الشباب اكثر مؤثر ياثر في افكارنا وسلوكياتنا من الاصدقاء. ايوه الاصدقاء يا شباب والله الخوي يجيب فيك العيد لهذه ضغوط الاقران الصاع. يا سلام عليكم يا شباب. لذلك اكبر الدراسات العلميه انا ما ابغى اتفلسف لكم بدراسات احنا نتكلم كلام شبابي معكم زين الأكثر ما يأثر علينا كشباب حطوني هنا دسوني معكم شوف الشايب اللي بيتشبب ها خلوني معكم ها أنت شباب مالك الله يسعدك يحفظك الله يطول يا رجال خليني أتهور راح أتزوج الحين شكلي بنوم الليلة في الشارع الله يسعدكم. لا اللي في المرحلة هذه أكثر مؤثر له مو هو بالمدرسة ترى يعني كتعليم مناهج تعليم وليس الأسرة مع أن الأسرة لها تأثير قوي جدا لربنا عليها أبائنا وأمهاتنا الله يجزاهم عنا خير زين لكن التأثير أحيانا الأكبر وين يجي من صراحة الرفقة. كل ما بدأ الإنسان يعني يدخل في المراهقة ثم مرحلتكم الشباب كل ما صار الحولة الصاح مثل ما تفضلت ساحب هذه العلاقات تشكل لك ضغوط في حياتك ضغوط بأفكار وسلوكيات معينة. إذا ما أحسنت المهارة اللي نتكلم عنها ذي توكيد الذات ترى بتتعب وتصير مثل خوينا الرخامة بعيد عنا وعنكم ولو برخامة هو لكن في الموضوع هذا دائما يقول الشاب خليك قوي لا تصير خمر بعيد عنكم عن شبابنا كلهم. الخمر ما يقول الله معهم تشوفهم في بعض الشلل فيها واحد اعوذ بالله متسلط شري ها في واحد وسط
إيه ولا يعرفون قدره. وفي واحد شلون ضعيف الحلقة الأضعف هو اللي يزين لهم لا وهو اللي ينكد أكثر واحد هو اللي يحاول يكسب الولاء يحاول أنه يقدم تضحيات ومع كذا ما أكل مذموم. تعرفون ما أكل مذموم مثل عند شيباننا يعني هو أكثر واحد في بعض الإدارات مثلا زين في الأعمال في أي عمل إن كان تلقى مجموعة عمل يؤدون عمل تلقى بعضهم يقول ما والله عاد شو أسوي أقوم بعنا الموظفين اللي جنبي وأشيل الأسية يسمونه حمال الأسية شايل الليلة ها شايل الليلة كامل شايل الليلة لا ومذموم ولو قصر قالوا ليش ما سويت كذا طب أنتم طيب. فهذا نوع من الضغط اللي أحيانا ينهكك يأخذ حقوقك وبالتالي ليست القضية تواضع أو أني والله بفزع الفزعة زينة يا ولد إذا طلعت مع أخوياك وربعك هذه مرجلة هذا مسلومنا وآدابنا وفعلا الصديق الوفي ما أنا ما ولا الكريم اللي يبذل بماله هالكرم لكن لا تصير حلقة أضعف لا تستغل بس لا تستغلني يعني يجيني واحد يقول لي ترى الله يا أبو خالد أبغى منك تسوي لي كذا كنت بعيوني لك لكن يجي يستغفلني ويستضعفني وأنا مالي قرار. هذا اللي نتكلم عنه أنا موضوع أنه طيب لو تجاوزنا المثال اللي أقوله لكم هذا شاب وبسطنا الموضوع زيادة أقول لكم كثير من الشباب انتخلوا في الإدمان مثل ما احنا نتكلم في جلساتي معكم أنا كمستشار في الإدمان والله العظيم لو قال لا يوم جالسين في الاستراحة وسجارة الحشيش تدور قال والله يا شباب شوف تقهون تلعبون بلوت تلعبون كورة أنا معكم لكن هذا خط أحمر أنا والله ما يرضي الله ما يرضي أبوي وأمي اللي ربوني ما يرضي نفسي ماني برايح حشيش ماني برايح حبوب. دكتور سامي بالمصطلح العامي لا يستهطفك ايوه الهطف عشان ايوه يا جماعه وش معنى الهطف يعني المسكين اللي على بس الهطف هذا اللي أيوة. يقولون له يمين يمين بس يسار يسار لا يستهطف برضه في كلمه عاميه وش بعد اللي هو مسحوب الريموت حق اي والله لا مأخوذ شفتوا يا شباب كلمه رصيديه شفتوا احنا في بعض البرامج يحطون لنا رسم في برامج الادمان في عوامل الخطوره انه احيانا يصير المريض اللي يدخل في المخدرات ولا المصايب هذه يصير مثل الارجوز يسمونها ارجوز هو ولا اخواننا المصريين عاد هم اللي الدميه اللي يحركونها بايش يسمونها خيوط زين اذا سلمت غيرك يعني خيوط المخرج يقول على راس الماريونيت ها على راس الماريونيت صح الماريونيت إيه؟ عرايس الماريونيت شكرا لمخرجنا ايوه هذه يا شباب اللي ايش من اللي يتحكم الريموت مو انت لا يا حبيبي راجع حساباتك وتكون مهاره توكيد الذات اللي اتكلم لكم عنها اليوم من اهم المهارات اللي انت فاقدها انت تحتاج انك طيب شو اسوي دكتور سامي خلال يعني كلامي معكم بنتكلم عن المهاره دي وش اسبابها وش ليش وش علامات اللي عندها ضعف فيها وبنختم ان شاء الله في اخر كلامي معكم ان شاء الله بالحلول لا تشيلون هم لكن احنا بنعرف بشكل عام تراها المهاره هذه لو قيل لي انا بعد 30 سنه في استشارات الادمان وبرامج داخليه ومحليه في بلدنا ووطننا وعالميا مثلت المملكه في برامج على مستوى الكره الارضيه وجلسنا في مؤتمرات الامم المتحده يتكلمون عن 30 مهاره اهم مهاره في الادمان لحمايتكم وقايتكم الادمان اهم مهاره توكيد الذات ابن شخصيتك يجي واحد يعطيك من الامور هاي ثم نقعد نعالجك انا ما ابغى علاج اليوم اتكلم معكم انتم الحمد لله معافيكم الله احنا نقي انفسنا من الادمان بتوكيد المهارات الحياتيه وعلى راس المهارات الحياتيه اللي هي مهاره ايش توكيد الذات مهمه جدا. طيب ايش اركان اللي هي مهاره توكيد الذات طيب اركان المهاره نفسها وايش كيف اعرف ممكن يكون عندي نقاط ضعف ايوه كيف اقدر اعالجها لو كان عندي نقاط ضعف. طيب مهم جدا الموضوعين هذولي وش الاشياء نحن لو نبغى نبني بيت ايش نحتاج سمنت ها نبي ارض اول شيء صح ارض ها وسمنت وبلك ها اساس وحديد يا ولد الحديد غالي ولا رخيص اوه كم كيس سمنت هذه ادوات وش اللي نحتاجه في مهاره توكيد الذات في عده اشياء شخصيه ركز فيها انت الحين معي وقيم نفسك بعد كذا بتكلم لك عن العلامات كيف اعرف نفسي انا عندي ضعف ولا ها وش وضعي انا عندي مشكله ولا ما عندي مشكله. الاركان المتطلبات اللي يجب نسعى لها يا شباب وإحنا الآن ما شاء الله عليكم يعني أنتم في مرحلة بناء تبنون شخصيتكم تبنون حياتكم تبنون حتى نجاحكم في أعمالكم ومنجزاتكم في حياتكم الله يطول في أعماركم ونشوفكم إن شاء الله في أفضل المنازل ومحققين أعظم الأهداف ترى تحكمها بمرحلة البناء اللي أنتم فيها الآن مرحلة الشباب.
اول شيء موضوع الشجاعه. الرخامه مو مؤكد ذاته ولا لا؟ الضعيف الشجاعه هذا ركن. اللي ما عنده شجاعه يجب يراجع نفسه. ليش؟ خايف تقول لا. موضوع الثقه بالنفس وهو مرتبط ايضا بالشجاعه. اتكلم انا واثق. موضوع العلم المعرفه. انت الحين يوم تروح المطعم قلت لكم في المثال زين، هل هو من حقك انك تستبدل الوجبه اذا هي وجبه سيئه؟ هل هو من حقك ترجع انا اخذت المويه هذه وشاكرين الرعاه فيريا ها؟ نعم اي فيريا الله يعطيهم العافيه، ولقيت فيها مثلا لا ترى ما فيها شيء احد يقول فيك فينا. اقول مثال ها فيها بلا، من حقي ارجعها؟ جهاز اخذته خربان من حقي ولا من حقي؟ طيب من حقي ارجع ثالث يوم رابع يوم الجهاز عندي؟ لازم يكون عندي معرفه علم. هل هو من حقي ولا لا؟ للي ما يعرف حقه يروح يوطى الناس يزعم انه مؤكد نفسه وهو ما له مستند. وذلك العلم معرفه هل هذا من حقي او لا مهم جدا. هل من حقي ان اروح اقول لامي ووالدتي ولا والدي في البيت اقول لهم متى ما رجعت اخر الليل ما عليكم مني؟ ما من شجاعه، ما هي من شجاعه، وهذه تهور وهذا عدم معرفه. لا، من حق الوالد والوالده في البيت انهم يطمئنون عليك، من حقهم. وهكذا العلم بالحقوق مهم جدا. القدره على التعبير اللي ما يتكلم، وذاك بعض الشباب تراه بقول لكم شيء، شفتوا مثال المطعم ذا؟ في واحد يعرف ان حقه انه يرجع الوجبه المخالفه هذه زين، الوجبه البارده او الفاسده يقدر يرجعها، لكن بس ايش؟ ولا هو بس ما عندها قدره على التعبير. هو داري زين ويعرف انه من حقه. فاذا ما كان عندك قدره على الكلام، بعض الناس يلهق ما يعرف يهرج، ما تربى على انه يطالب العالم. القدره على التعبير مهمه جدا. كذلك الصحه النفسيه مهمه جدا. كيف الصحه النفسيه؟ انت صرت متوتر وضايع ولا مريض ولا لا قدر الله يا شباب، اللي كنت اقول لكم مريض الادمان اللي متعاطي له بلا والله ما يسال عنها، البياع يلعب عليه، هو هي اعوذ بالله كلها حرام في حرام. اي خلاص ايش اسوي؟ ابلعها. يبلع لانه اصلا اضعف نفسه بدخوله في المخدره. فموضوع الصحه النفسيه مهم جدا. طيب هل في مثل ما قال لي اخوي نواف وش العلامات؟ علامات الضعف. علامات الضعف في مهاره توكيد الذات. طيب وكيف هل الانسان اللي قبل ما العلامات يا نواف، خلوني جاء في بالي الان سؤال ما كنا معدين انا ونواف. الموضوع خلقه من رب العالمين، خلوني اسولف معنا، احب السواليف الشباب بدون فلسفه زايده. اي والله فطره قصدك؟ هي فطره، هي ممكن تكون فطره ولا نقدر نعدل اللي هي ابو يا إيه سلام عليكم، يعني مهاره مكتسبه تعتبر، مهاره مكتسبه يا سلام عليكم. قصدك التوكيد الذات؟ ممكن الانسان يتغير؟ نعم. ممكن يا سلام عليكم، وهذا اللي نهدف فيه. لا تقولي والله، يعني بعض الشباب يقول انا خلقتي كذا فطرتي، انا ما اقدر اكلم احد وانا لا اناقش احد. الانتصار تراه مكتسب. يا سلام عليك. وذلك هدفي معكم الان اننا نعرف وش عندنا، احنا عندنا علامات ضعف. هل عندي ضعف ولا انا وضع؟ او اقول لكم شيء، هل عندي انا يعني توكيد زايد للذات؟ حتى التوكيد الزايد ترى الزود اخو نقص. ها انا مره في احدى الدورات سويت اختبار، في اختبار، هل في اختبار لمهارة توكيد الذات؟ بدنا نتكلم الان عن كيف اعرف ان انا وضعي متوازن ولا ضعيف ولا شديد زياده متسلط في توكيد الذات. تمام، في مقياس اسمه راتوس. راتوس هذا مقياس نفسي لي، فيه ما ادري كم سؤال تجاوب عليه وبناء عليه يسولك درجات. فسويت اختبار بدوره كانوا فيها تقريبا 30 متدرب زين، في مهارة توكيد الذات. واحد يعني ضعيف، واحد متوسط، واحد اعتقد انه جايب 270. شفت ال على فصله إيه؟ على قول ومبسوط. ها متسلط هذا يعتبر؟ والله متسلط. مسكت انا على جنب، طبعا صعب انك توجه واحد قدام الناس، لكن قلت له شوف انتو الولد شغموم وبزود وما عنده في اللي قدامه. هلا الفقى والله، يا مرحبا يا مرحبا، اسمعني عنك رجال ورد والله انه ولد وليده، تعرفون الوليده؟ نعم. قلت له شوف يا حبيبي تعال، قلت له بيني وبينه انت عندك توكيد حلو زين ما شاء الله عليك، بطل انت، لكن انت باللي حولك لا تتوطاهم. انت تحط من اللي قدام، انت لو ترتبط بزوجه
انت لو تصير مع شباب والله بتاكلهم اكل ممكن تاثر عليه حتى في الحياه الزوجيه. اي والله متسلط يا رجل، وبعدين حار من يوم تكلمه وهو ما شاء الله تبارك الله يعني. فقلت له انا شوف انا احتاج منك انك ايش توازن وتحاول تراعي حقوق الاخرين وتهدى في بعض المواقف، لان الاختبار اللي سويته لك انت طافح الوضع عندك، وهذه حاله قليل. اكثر الناس يا يكون عنده اعتدال او يكون عنده ضعف. اهم شيء الاعتدال في كل شيء، الاعتدال مطلوب في مثل هذا. طيب كيف اعرف انا اني انا عندي مشكله في توكيد الذات؟ ترى احنا بشر يا جماعه الخير، كيف اعرف؟ انا سويت الاختبار هذا مثلا الان بدون اختبارات، بدون اختبار، وش اللي الاحظه على الانسان اللي عنده ضعف توكيد الذات؟ تلاحظ عليه، انا جمعت لكم مجموعه من العلامات ابى اقول لكم اهمها ابرزها على اساس ما يعني ما نطول الكلام، يصير فيه برضه مجال نتناقش ونسولف معكم في الموضوع. يسعى اللي الضعيف توكيد الذات الضعيف يسعى لارضاء الناس قبله قبل نفسه، اهم شيء الناس يرضون. تلقاه يقول للناس، تلقاه تقول يعني اذا قلت لها مشكور يا حبيب قلبي، تدرون توني بقول لكم وين الفخار اليوم؟ الله يهينك يا ولد، انتم حاطين فيه خير قريب يا ولد، ادمنت يا ولد خير قريب الخير. اي والله ياتيكم حيث لا تعلم، ما شاء الله تبارك الله، شايف فخار يحب قلبك. يعطيك العافيه سلطان، الله يعطيكم العافيه، شكرا حبيبي سلطان. اهم شيء عنده ايش؟ لا حد يزعل علي، لا لا يمكن انام ليله وانا ما واهلي واخويا زعلانين علي ولا اهلي ولا لا، ما خل الناس يزعلون اذا كان الموضوع في مقابل من حقك يؤخذ، لا ليس هذا معناته. ضعف وتردد في اتخاذ القرارات، وش رايك يا شباب؟ شاورما ولا بروستد؟ اللي تبون اللي تبون. ها يا شباب نروح ولا نجي؟ نروح نطلع مباراه ولا ها؟ حطوا اي شيء، نحط مباراه ولا نحط شيء تلفزيون، حط اي شيء بدايه ولا حط اي شيء، ها ما عنده قرار. ايضا من العلامات ضعف التواصل البصري، ضعيف توكيد الذات. احنا نواف ما شاء الله وش حلو، وش حلوكم الله يحفظكم، الله شخصياتكم والله جميله، حطها في ذمتك الله يرحمه استغفر الله بدون ذمه اقول لك اطلع من انا ونواف اطلع منها شوف اي الان يا رجال بقول لك شيء بس لا يسمعني نواف، هو مدير اللقاء لازم ادهن السير معه ولا ترى الامور مش حلوه ولا يعني احذف المحاور قول المحاور بيحذف هو المحاور عنده يا رجال هو الدركسون معه عشان كذا بنجابنا لا والله نتعلمك دكتور السواق يا السواق يا ولد لازم روقه شفت حبيبي قل يا حبيبي يا عبد الله اي قل يا حبيبي زي المثال طبقته يقول بيتزا ولا شاورما كذا ولا طلعه. بعض الناس يكون ما عنده يعني كيف اقول لك، هو زي ما يقول شهوه تلكل. حلو بجيك مثال يعني شهوه تلكل، مثلا جالس مثلا جالس انا وبندر، انا ما عندي مشكله من داخلي من ذاتي نفسي بيتزا شاورما رز عادي، بس هو الرجال اليوم مثلا مشتهي له مثلا بيتزا مثلا حلو قال ولا حمام، يقول حمام سلام. حلو هو جاب كشاته هناك حمام ايه. حمام محشي قال ابي حمام محشي، فانا اعطيه وضعيه اني انا بثبت رايي واقول لا ابي بيتزا، فتصير وشو ممكن يصير بينه وبينه تنافر بعدين بالمجال هذا. هل هذا بس سؤال واحد وبينتهي الموضوع سؤالك، هل هذا الوضع دائما ولا احيانا انا مالي خلق واحيانا انا بتنازل خويي؟ لا انا اذا كان عندي راي ايه؟ ببديه يا سلام عليك. بس انا قصدي يمكن احد يفهمها ان اي شيء بيبدي راي غصب. لا لا مو لازم، لكن انا اتكلم عن سلوك متكرر دائما، هذا الانسان ما له راي. اي نعم هذه المشكله المرضيه اللي نخاف منها. انا خايف دكتور اما بعض المواقف اللي اتنازل فيها بالعكس، احيانا مالي شوف لك او بجاري زميلي في بمشيها، بالعكس هذه من الـ من الـ الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي في علاقتي بمن حولي، اني بعض الامور ما يضرني انا الحمد لله، انا واثق بشخصيتي. لكن واحد هو دائم كذا دائم كذا، هذا هو المشكله. مو يعني كل يوم تصير هالشيء ذا انه لا يا انا يا هو، يعني بعض الاحيان كثير من الاحيان ابداري خوي لا انت ايش تبي؟ هذه كثير يعني هذه ما تدخل بهالشيء يعني ما نفهمها بهذا ولا لا تعتبر ضعف ابدا بالعكس. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. نعم. والتغافل تسعة أشهر الخلق. يا سلام. تغافل لكن لا نجي سمة شخصية فيني إن أنا هذا حتى لدرجة إنه مرة ثم يقول أهم يجيبوا أي شيء ذا يرضى. لا هنا ضعيف ذا. لا معناته شخصيتك فيها مشكلة. نعم. طيب كثرة الاعتذار بدون سبب هذه علامة ضعف. نعم. يعني ما سويت شيء معليش آسف يا شباب إني تأخرت دقيقة. طيب العالم يتأخرون خمس دقائق عشر دقائق ولا حد قال شيء، معليش يا شباب إني ممكن أقول معليش
الاعتذار شيء من رجال، والاعتذار لما يحصل منك خطأ فعلا اعتذر، لكن الاعتذار بدون مبرر، الاعتذار في غير محل، والاعتذار في غير محل هذا علامة ضعف. طيب أيضا ضعف القدرة على إظهار المشاعر الداخلية، كيف ما يقدر يقول لهلا يقول نواف نحن قدين عليك مثلا، خلنا نضرب مثال عشان نرضيك، نواف ضعيف مثلا ما يقدر يقول لهلا والله أنا ما أبغى كذا، خلاص اللي تبين أمي اللي تبي أبوي، ترى ما أدعو إلى أن الإنسان يتمرد على هلا، طب خلونا نبعد على هلا شوي، ما يقدر يقول لا بالدوام، خلينا نقول بالدوام في الدوام في اخوياك، لا 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 دكتور، ما يقدر يقول للشباب، هو يتحمل مزح معين هو ما يحبه، فما يقدر يقول لهم ايش يا شباب لا تمزحون معي في الموضوع الفلاني، قلها يا اخي. مثال يا دكتور، مثلا بما انك ذكرت الام والاب، مثلا شخص يعني مقبل على تخصص جامعي معين، ف يعني يجيه تاثير من امه وابوه انه لا ادخل التخصص الفلاني، لا تدخل التخصص هذا. حلو، مره حلو، ممتاز جدا. كيف انا افرق بين توكيد ذاتي مثلا، انا ميولي للتخصص هذا بس، السلام. ممكن الاهل يشوفون التخصص هذا لسمعه لشيء معين، صحيح. بس انا ارى قدراتي وارى مهاراتي في التخصص هذا جدا، وهذا يهمنا في ترى يا جماعه الخير، الذكي اللي يؤكد ذاته ولا يخسر الاخرين. نعم. ارجوكم، الذكي هو اللي يجي لامه وابوه بالذات، عذولي لهم حتى احيانا انا اغير قراراتي عشان امي وابوي صراحه، لكن بطريقه فيها احترام وتعظيم قدرهم، فيها نوع من المراعاة اخوياي اللي امشي معهم ما اخسرهم. يا شباب الله يسعدكم، ترى والله انكم والله اني زي يوم دخلت تو حبيب قلبي وين ايه قام قال يعني بينكم شيء حلو والله شباب، فيكم احترام، وقال لي واحد مشربته والله العظيم تفداه افداه الله، شكت هذا إيه هذا الانسان اللي يقول والله تفداك ايه وتفداك حسين، حسين موجود إيه؟ أي مشكلة إبراهيم وحسين، هو يتكلم الحسين. نعم. كان يكلم حسين أيوة، فقال لي كلمة قبل ما ندخل هوا يعني أكبرت فيه، إن الخوي، وقلت لكم أنا قلت هذا الخوي، ليه الخوي للخوي، بس مو معناته أني أصهر نفسي ما عاد لي كلمة، لكن أنا أقول ترى شف، ويكون علاقتي مع أبوي وأمي وخوياي طيبة، لكن مع هذا أأكد حقي، مهم جدا. أيضا من العلامات الضعف لتوكيد الذات، انتبهوا منها يا شباب، بعض الناس إذا بغى يكلمك بشيء عيونه في الأرض ولا طالع فيك، ها هو والله والله لا يا شباب وما ودي كذا، لغة الجسد مهم جدا إني أعتني فيها، وذلك تعزيز الثقة، تعزيز التواصل تراه مرتبط بموضوع توكيد الذات. طيب، صعوبة تقديم الشكوى أو المطالبة بالحق عند حصول الضرر، مثل ما راعي المطعم هذا، مثل ما أنك خدت جهاز خربان، مثل ما أن إنسان قصر في خدمة مدفوعة لك، ثم تقول أنا هذا ماني بشاكي، أنا ما أشكي أحد، أنا أبد الله يعوضني خير، لا ما يصلح، أنا معناته أن عندك ضعف توكيد ذات. طيب، أيضا من العلامات المهمة جدا التواضع غير محلة. الزائد في غير محله. التواضع الطيب يا شباب ولا لا؟ طيب جدا. ومن تواضع لله ايش رفعه، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض الاحيان اذا جاء واحد مستبد وجاء واحد بي الله يعزنا وياكم يتعامل معك بغرور وبكبرياء وشايف عمره، ما اقول لك تسيء له لكن لا تتواضع، لا رد الفعل بالفعل. ايوه شوف دكتور سامي، لا تتواضع في مواطن الذله، هذا مو تواضع، هذا ضعف. والله انا على لساني والله. الله الله عليك، عدها عدها بالله. لا التواضع للمضيع يضيع قدرك، ما انت مجبور على بعض التواضع. الله ما انت مجبور على بعض التواضع. الله يغفر صاحبنا. ولذلك هذه حكمه عظيمه يا شباب، احنا ما نتخلي ما ندعو لان واحد ما يرى الناس شيء ولا لا والله التواضع اللي يستحق يعني، والنبي الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر، سيد ولد ادم، كان من اشد الناس تواضعا ولا يترفع على خلق الله، لكن في بعض المواقف حازم عليه الصلاه والسلام، ما يعطيك وجه. يجي واحد مستبد متسلط ياخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ارحم الخلق واعظم الخلق وافضل الناس احسنهم خلقا وسيد التواضع وسيد الكرم وسيد الرحمه عليه الصلاه والسلام، ما في مثله انسان مش على الارض، والرحمه والكرم والشجاعه شيء عظيم، انسان عظيم اعظم الخلق عليه الصلاه والسلام. ومع كذا بعض المواطن تقرا في سيرة النبي تقول والله يا قوي قلبه عليه الصلاه والسلام، بأبي هو أم أبانا وأمهات نفدي والله ما عنده، بعض المواقف حزم، لا تتواضع في بعض المواقف اللي
تطلب فيها نوع من الحزم وتأكيد الحق. التوصل دكتور شاعر. إيه نعم. التوصل مطلوب. نعم. بعضهم يستبد بعزة النفس حتى يصل لمرحلة التكبر. هذا الكلام. وبعضهم ينزل من التواضع إلى مرحلة الإذلاء. يذل نفسه. الوسطية مطلوبة. الوسطية يا سلام. طيب. وهذا اللي كنا نقول له، توكيد الحقوق هو اعتدادك بنفسك، توكيد حقك، حرصك على حقوقك، بناء شخصيتك، توكيد ذاتك، لكن بما لا يعني يؤثر على حقوق الآخرين ولا يتعدى على غيرك ويوصلك إلى التسلط أو الغلو، هذا ولا يضرك أنت. خذ حقك ولا تخسر الآخرين. نعم. أي شيء زايد يعني زيادة الاحترام، زيادة المتغاطرس ولا هذا ما هي زين، زي الكبسة البهارات إذا زودتها تجيك تخمة ما أدري تكمة يسمونها هم. أنتم جايني أيوة نفسها تونا داخل القناة، والله يا ريحة القناة ما شاء الله. طيب جايكم العرينة العرينة يا ولد، بغي من الريحة أدخل عليكم كذا يا ولد. أنا عشان كذا عشان كذا أنا ما خليتها في خيمة جاكو، خلونا هنا والله ما شاء الله طبخ نفخ. ففعلا هذه ند مع المجاملة الزايدة. أيوة فعلا هذه، وانك ترضى على نفسك عشان تسعد الشخص. ايوه اضغط 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 عمرك اضغط عمرك. اهم شيء هم يرضون. شل الاسيه، شل وانت في وظيفتك مع فريق عمل وظيفي، شل ما عليه. اقعد بعد الدوام تجلس، تقعد وانت اخوياك متسيبين يطلعون اذا نظهر ولا ذا ولا، وهذا مخالف حتى نظاما وهذا ما يجوز، وانت جالس تكر في وظيفتك ما عليه تسد عن الشباب، هذا ما يصلح. هذا معناته انك انت عندك مشكله في توكيد ذاتك والناس يستغفلونك. نعم. ويستهطفونك. يستهطفونك. دكتور سامي بعضهم يجيبها بطريقه ثانيه. مثلا الله اكبر على فلان، والله ما حد يلحق لها في مرقله. ايوه شوف شوف بلا شوف والله ما يطلع عليهم كل ساعه ثلاثة. شوف كيف خدمنا. هذه ابر، هذه ابر هياط ويوميا على طريقه يعطونا ابره هياط علشان يستهطفونك. يا دكتور سامي هو قالها مدي يمكن ثلاث مرات فانا ما تجاوبت معه، لعله شاف حد ثاني. هذا الاسلوب عند عايد جبار. انا لا انا في مشكله ثانيه دكتور سامي. عايد يجيبك من ورا التريلات، عارفه إيه؟ يعطيك كلمه يعطيك ما شاء الله. بس المشكله ان احنا نجيب التريل. انا من ضعف الشخصيه من الشباب. من هو؟ انا. انت ما شاء الله شخصيتك ان شاء الله حلوه. كلنا فينا ضعف، لا تجي تقول لي كلنا في شخصياتنا جوانب وهذه دورنا. لا بس اعاني من التنمر. ان نطورها. التنمر التنمر. انت اقول مين يتنمر عليك؟ الله يطول عمرك. هو شوف يا دكتور سامي هالنمر ذا مين يتنمر عليك؟ دكتور سامي هالنمر ذا يبغى ياكلنا، يبغى ياكلنا يقول تنمرنا. هو دكتور سامي الله فوق يعني، هو كان بدايه البرنامج لعله كان ماكل الدنيا. أيوة. لكن الله فوق. الله فوق. واسال الله ان الله لا يبتلينا. وبشرك لنا الدنيا على رجل. ان شاء الله ما في قلوبهم. انا بيدي درجات ما اعطيتك. صدقت. قلت الله فش فيهم دكتور. قل يا حبيبي. الله يحييك. هذا شيء طول عمر السلامة. في سؤال من شهر يعني. في سؤال كانت كان نيتي أسألك الحلقة اللي راحت. اي قل. لأن احنا أول ما قابلنا كلنا سعيدين، كلنا اللي يبغى يسأل كل اللي يبغى يسأل معك. أنا والله سعيد. ولكن يا طول عمر السلامة في سؤال للحين، هل اللي يبغى يتعالج عندك هو خايف على نفسه وعلى عمله وعلى أهله وعلى كيف تتعاملون معه بسرية وإنه ما يتسجل في ملفه إنه تعالج من شيء؟ أحسنت أحسنت. أنت شطحت منا بموضوع مهم زين. وأنا أقولها تواصلوا معي في حساباتي كلها موجود عندكم وفي القناة، اللي يجي من شبابنا وبيصحح حياته وعنده شيء من مشاكل الإدمان والمشاكل هذه السلوكية، بالعكس حنا نلتزم له من خلال سؤالك ذي انه يكون بالحفاظ على خصوصيته ولا ملفه ولا احد يلاحقه لا الان ولا بعدين ولا يضره ولا وظيفه ولا شيء. هذا الجواب على هذا السؤال. والله اني كنت ابغاه من السنه اللي راح. لا لا ابدا اعذرني على الشطح. لا يا حبيبي لا لا عادي عادي هذه شطحه حلوه. طيب دكتور نرجع خلصنا من الاركان ولا باقي؟ الى خلص او عندي مشكله او ضعف توكيد الذات. طيب كيف اوازن بين توكيد ذاتي واخذ حقي وما اخسر الاحترام اللي بيني وبين الشخص الثاني؟ يعني أيوة. أقول لا بطريقة لطيفة. أيوة كيف تقول لا بطريقة مقبولة؟ طيب خلوني أطرحها لكم. في موقف صار زين وانت ما انت ترى انها حقك فيه انك تقول لا، انه الموضوع الآن يمسك في حق او يمسك في موقف يجب، او انه قد يسبب لك انه يجرك لموقف ما تحبه ما ترضى. طيب ليش كيف اقول لا بدون ما
مثل ما قال اخوي نواف بدون ما اخسر الشخص الثاني او اني اخسر حقوقه. طيب ممتاز يعني. هذه وصفه سريعه بقولها لكم. اول شيء الهدوء، لا ترفع صوتك زين، اذا يعني بعض الناس مع حق بس اسلوبه غلط. تذكرون بعض الناس مع حق يعني يدخل في مطعم او في محل معين وتشوفون انه اصلا يعني واضح انه لان له حق ماخوذ، لكن للاسف بسوء تعامله وسوء مطالبته بحقه يعني يصير هو، بل احيانا يمكن يرتكب يعني سلوك هو يحاسب عليه. شفتوا واحد دخل مطعم وغشوه في وجبه زين، وراح كتب في تويتر قال المطعم فلان، سووا عليه قضيه ايش؟ تشهير. صار هو اللي انس هو الخسران، هم اللي طالبون. هو وجبه ب 20 30 ريال وراح شوف موضوع الهدوء، موضوع انك حق بتوكل حقك سواء في تعامل تجاري مع مطعم ولا مع جهه او بينك وبين الشيء، وهذا اللي احنا نركز عليه، مو معناته انك ترفع صوتك. هذا رقم واحد، الهدوء مطلوب عشان ما يصير من صاحب حق الى الهدوء مطلوب جدا، والوضوح والصدق مهم جدا. انا بعطيكم ست خطوات هذه مهمه، حتى في البث اللي بيجونا في البث سجلوا الكلام هذا، ست خطوات تقول فيها لا وتاكد حقك بطريقه حكيمه ذكيه. اول شيء الهدوء مثل ما قلنا، عدم الانفعال ورفع الصوت. الامر الثاني الوضوح والصدق، صار كذا صار كذا، انت رأي نواف قلت كذا قلت كذا، انا انسان ما اقبل الكلام هذا بكل وضوح. الامر الثاني التكرار والتاكيد، ارجوك يا نواف، نواف ارجوك يا نواف، ترى الكلام اللي قلته اليوم ما يعني حقيقه ما اقبله، تكفى ارجوك لا. واحد يتسلف منك فلوس زين وانت ما عندك فلوس، اللي ما عنده توكيد ذات يقول والله ابشر ويروح يا رجل بكره ننقط لها. فموضوع انه اكون هادي واضح معه واكرر، ما اقدر يا نواف والله صدقا ترى ما اقدر. التكرار والتاكيد يعطي الطرف الاخر تقبل لرفضك، تمام، لا تصير مقبوله مع التكرار. الامر الرابع ليه، بين الحال. سبب الرفض اني والله انا اخوك ما عندي فلوس، مو والله بخل عليك، ما عندي شيء، ها ما في رصيد، زيد رصيدك ما في، ما عندي والله لو عندي ما يغلى عليك، والله اني ماني جايك للعزيمه لاني والله مرتبط بكذا، لا والله اني ارتباطك كذا كذا. لازم تبين السبب حتى تكون مقنع اكثر. طيب الامر الخامس تجنب، وهذه تكتيك حلو، لا في اول الكلام. يعني لو جيتني نواف قل لي سلفني، عندك سلف؟ لا ماني معطيك. ايش رايك ماني معطيك؟ لا والله يوني ثقيل طينه. اقول والله انك غالي عندي يا نواف، شوف ما عندي. لا ولا اصبر يا رجال، والله انك غالي عندي وانا عارف انك ما طلبتني نواف الا والله انك واثق انك تعدني اخوك وعندك كذا وعندك كذا، فالاخير حط له مطبات بعدين، بس والله يا نواف لو عندي اعطيتك، لكن ما اقدر. ايه مو تجي على طول، لا كذا بدفاع. خذها بطريقه وخذها بهدوء، اعرف قدره وتحبب له وقل والله كذا قل كذا وبعدين قل له لا. اخيرا الخطوه السادسه لحتى تقول لا وتوازن يعني علاقتك بالاخرين، قدم لها البديل. دق على زين والله شوف، لكن والله انا ما عندي، لكن شوف بس عالك الكذا، وترى فلان مكون مقصر معنا، يعني هذه بتخلي الانسان يتقبل رفضك وقول لا، لانك حاس معه تشعر له. بعد ما رفضت ما تسلفني حولني على عايد، قول ابى احولك على عايد، بس عاد ان شاء الله انه مو مقصر معنا. وبالطريقه هذه بتكون كلمه لا بطريقه ذكيه، لا اتصل عليه بقول ومقبوله عند الشخص الاخر. ممتاز، هذه ست خطوات اللي قلتها، ست خطوات حتى تقول لا بطريقه لبقه حكيمه ولبقه ومقبوله معسولة. لا ما هي لعب، هي أكثر ما هي أدب وذوق، يعني ما أننا نتعامل مع أخواننا وحبايبنا واللي علاقتنا الاجتماعية معهم بطريقة فيها احتيال، لكن فيها نوع من أنك يعني ما تخسر الطرف الآخر مثل ما قال أخوي نواف. طيب نأخذ بس نرجع الموضوع سؤال الجمهور، احنا ما تكلمنا فيه بداية الحلقة، تعمدنا لأن نبغى الجمهور يسمع موضوعنا عشان يعرف كيف يجاوب على السؤال اليوم. طبعا سؤال الحلقة الماضية أتوقع الاسم جاهز يا كنترول ولا لا؟ الاسم الفائز ايه. طيب بنتكلم اليوم عن سؤال اليوم، يعني عفوا سؤال اليوم
للجمهور كيف يستطيع الشاب مقاومة التأخير أو عفواً كيف يستطيع الشاب مقاومة التأثير السلبي من الأقران الذين يعيش معهم بشكل يومي؟ هذا سؤال الجمهور والإجابة طبعاً على حلقة في حلقة برنامج شروق على اليوتيوب اللي هي ضغط الأقران. هذه حلقة في برنامج نبراس مشكورين. مشروع الوطني مشروع الوقاية من مخدرات نبراس عندهم حلقات مهمة جداً من ضمنها موضوعنا اللي طرحناه في حلقة اسمها ضغط الأقران موجودة في اليوتيوب من حلقات مشروع نبراس مشروع الوطني تكلموا عنها الجواب عن السؤال تلقونه في الحلقة في اليوتيوب. طيب ما تعطيهم تلميحة عشان أعلنهم عن الجائزة. طبعا الجائزة معروفة مشاهدينا الكرام الأسبوع الماضي اللي هي 500 ريال لازم نغشش إيه 500 ريال للجمهور و500 ريال رصيدي لأحد المتسابقين. حطوا اسمي يعني لا تنسون. أنا تكلمت في الحلقة يا جماعة الخير مقدم وطلع كذا بلوشي. طبعا نبغى تلميحة يا دكتور. إيه سؤال تلميحة اليوم. أنه أنا تكلمت أصلا من كلامي الآن أنه الأشخاص اللي أتعامل معهم بشكل يومي ما يصلني منهم من أفكار أو سلوكيات هذا قد يشكل لي ضغط هذا سميه ضغط الأقران. طيب كيف أتعامل معهم؟ نتعامل معهم بتأكيد ذاتي. حلو بالمهارة يعني نتكلم عنها اليوم. ممتاز ممتاز. يعني أتعامل معهم بمهارة بتوكيد ذاتي دون أن أخسر الآخرين أبدا. طبعا نعيد السؤال مرة ثانية بما أنك عدتهم تلميح أظنها واضحة. واضحة. سؤال للجمهور اللي هو كيف يستطيع الشاب مقاومة التأثير السلبي من الأقران الذين يعيش معهم بشكل يومي؟ الجواب تحطون بينزل الآن على في منصة إكس على حساب نبراس وفي شرط اللي هو متابعة حساب أيوة. نبراس المشروع الوطني للوقاية من المخدرات وجاء الوقت الحين اللي نعلم فيه الفائز 500 ريال سعودي للجمهور. أي نعم الآن بنعلن عن الفائز من الجمهور بسؤال الحلقة الماضية 500 ريال. طبعا الأكاونت XR underscore 0 underscore 0 مبروك ألف مبروك 500 ريال تستاهل تحية يوفقك. طيب 500 ريال الرصيدية أنا والله ما أدري راحة المدى الحين ما علموني بالله لا تقول اسمي عشان ما والله أنا أتوقع أنا تبوني أتوقع عندي يا أبو تبون ملك التوقعات يتوقع عندي دكتور أنا دكتور سامي والله ما أدري طبعا هي بيد الجمهور السحب سووه في كنترول الله يسعدكم. لا لا انا 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 جايزتي والله شوفتكم الله يطول عمرك والله لا 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 شوفتكم هالجو اللي دكتور سامي ترى ترى هذه وانا ابغاها ابغى اقول لك لا لا 500 ريال طبعا مكاسبنا في البرنامج رصيدك وجودك معنا الله يرضى عليك يعني الله يسعدك دكتور لطيف الله يسعدك دكتور سامي الكثير انا فانز لك من ايام الجانب المظلم الله يسعدك تذكر برنامج الجانب المظلم أذكره قبل كم على قبل يمكن 15 سنة ما شاء الله ما شاء الله طيب الآن 500 ريال ما شاء الله قلت البرنامج عايد 500 ريال لبيت مكة 500 ريال مهدا من الجمهور لأحد المتسابقين أعطوه الاسم أي اللي فاز اللي واللي أهداها صح أي طيب أعطونا الأكاونت رنا ام أندرسكور اتش 24 وعطتها للمتسابق احس ان حسين كذا ما تتوقعون ها والله عاد والله ما تشمها عشان تفتح عشان اريحك عشان ردة الفعل ابراهيم عندك احساس ان انت ان شاء الله يلا يا احساسك كم يقول باذن الله طيب الف 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 مبروك يا بندر المطيري تستاهل بندر طيب والله بعد راس يا تستاهل 500 ريال رصيدية انا اعطيها من هذا المنبر تستاهل والله تستاهل طيب الله يبارك دراس الله يبارك فيك ما قدرك ها والله نبيها الفيصلية تستاهل ممتاز تتحققون معي خلاص قولوا له مبروك في 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 بشاره يا دكتور قل يا حبيبي في بشاره قل الكنترول اعطاني خبر الان بيدك 400 ريال رصيدية أوه لا تحرجوني بس ما تعطي لا لا ما تعطيها كذا أجل تسألهم عن كويس من إيه تحرجوني من ضمن محاولة اللي تكلمنا لأن كل ذولي في قلبي كلهم يستاهلون والله العظيم يستعلون. كلكم عندي محل النفس محل النفس ما لا 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 سؤال يطبقون علي بضاعتي خلنا أسبق والله العظيم بس ما تبشادها أنا قاعد تسوق علي أنا مستقبلك برا
احنا بنستنى. لا وش السؤال؟ يستنبط السؤال. لا لا لا, لا. خلوني شوي بعطيكم سؤال. بعطيكم سؤال اول واحد يرمي مفتوح كذا حتى ما اظلم احد. 100 100 هبقى اربع اسئله. خلينا بندردش باقي دقيقتين على الاذان اصلا. طيب يلا وبعد الاذان بنرجع للاسئله. طيب بنرجع ونشوف هذا شيء حلو من اللي بيجاوب ان شاء الله. وتستاهلون كلكم. اي والله تستاهلون. الرصيد لو بيدي انا اعطيتكم رصيدي لكن والله ما تاخذونه. والله ما اعطيكم. والله ما يعطينا ريال. اعرفه. طيب احنا مشكله في جيوبنا منه. طبعا احنا وصلنا لكيف اوازن بالتوكيد الذاتي واخذ حقي وبين الاحترام بدون ما اسلب حقه يعني الطرف الاخر. طيب في اسباب لضعف توكيد الذات. خلوني اسالكم انتم. عندي شباب وبنات في مجتمعنا الطيب والحمد لله نفخر فيهم وقدراتهم اليوم وشباب طويق الله يعز هالبلد وعياله اليوم يحققون نجاحات. عندي بعض الشباب من الأشياء اللي نبني فيها وطننا بناء شبابنا. شفتوا كيف؟ ترى أنتم قوة هالبلد وقوة البلد في الشباب في قوة شخصيتهم. حنا الحمد لله شخصيتنا شخصية عيالنا وبناتنا نعتز فيها. زين في بعض الجوانب في بناء شخصية شبابنا وبناتنا نتفاجأ أنه مثل خوينا اللي قلت لكم والله يا دكتور تعاطيت حشيش وخدت حبوب وذا لأني والله ما قدرت أقول له. وفي واحد يفشل في بعض المواقف الحياة وهذا طبيعة البشر. حنا فينا ضعف. تتصورون أنتم أعطوني أسباب ليه وصل هالشاب إلى المرحلة ليه؟ توكيد الذات ممكن يكون عنده ليه؟ مشكلة ليه عندي شباب فكروا فيه الشاب هذا كيف ما قدر يتجرأ أنه يقول لا للبياع اللي يبيع مخدرات أو الشيء اللي يقدم له شيء من المصائب أو يقدم له فكرة شاطحة ولا فكرة ضالة. طيب الكلام ذا عام. ضعف شخصية. ليه طيب ضعف الشخصية؟ قوة شخصيته بالأمر الخطأ يعني مثلا عرض أمر خاطئ. طيب مخدرات حشيش. أنا أبغى السبب. أنت تقول لي ضعف شخصية. أنت تقول لي ما عنده توكيد ذات. ليه؟ فيه ممتاز. طيب فيه أسباب مؤثرات مخليته يضعف. إيه صدمة. الله عليك. لحظة الأمير جاب شيء. لحظة جيته صدمة. صدمة إيش؟ ممكن صدمة عاطفية. صدمة عاطفية نفسية ضعفت نفسه. حلو. وذلك يعني لما نحمي أنفسنا من الصدمات وتعامل مع الضغوط النفسية والأمراض النفسية والصدمات الحياتية نعرف نتعامل معها صح ترى نفسيتنا تصير حلوة. لما نستسلم لها صدمة إنسان صار عنده موقف حياتي ضعيف أو صار عنده مرض نفسي حتى أحيانا زين يضعف. ممكن الصدمة العاطفية هذه هو كمان بجهل الأمور هذه هو يدور الحل أو سبب أنه يتخلص من الصدمة اللي هو يمر فيها فأضعفت نفسه. طيب معلش يا أبو لحظة يا شباب نفرح بس بنروح الأذان وبنرجع. طيب حلو. يستاهل 50 واحد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا صلاة الله آتي.
حقا لا إله إلا الله، اللهم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، حنا وقفنا عند سؤال علي أو إجابة علي، صح؟ أيوة. هو جاوب ولا ما جاوب؟ وعلي جاب كلام جميل، أنه الصدمات النفسية وعدم الاتزان النفسي يخلي الإنسان يضعف، شخصيته تضعف، فننتبه للجانب هذا لأنه سبب من أسباب ضعف توكيد الذات عند بعض الشباب أو البنات. طبعا الدكتور أنت بين الأذان قبل شوي، وقت الأذان عفوا، قلت تعطيه 50 ولا 100؟ معطي 50. كم عندي؟ 400 أنا. معطيني 400 صلاحية. هي 100 أصلا. يلا هلا 100. يستاهل يستاهل يستاهل. والله جوابها عجبني يا شباب، معليش من باب توكيد الذات، والله كلكم في عيوني على مستوى واحد من القرب، زين؟ بس الجواب اللي بيطربني هو اللي بعطيه، اذا بقول له جزاك الله خير وبس. اذا في اتفقنا يلا عطنا سؤال. طبعا كملوا الان، اعطوني اسباب من اسباب ضعف توكيد الذات. خلي بس اكد الكنترول. 100 ريال سيدي العلي العمري. استاهل 100 العلي. يلا يا شباب تفضل اللي بده من انت ماشي. من ابتعد عن الحبل بينه وبين الله سبحانه وتعالى والصله اللي بينه وبين الله سبحانه وتعالى لابد تلقائي، لو انه اشجع الناس من عنده ضعف توكيد الذات في الالتزام. طيب. بالجانب الشرعي وبالالتزام بحبل الله سبحانه وتعالى هو من اهم اسباب توثيق او توكيد الذات. علي سلامة. علي يقول لا، اذكر الله ترى بنسحب المية اللي اعطاناك اياها. اذكر الله اذكر الله. جزاك الله خير، لكن يعني برضه نبغى لنا سبب اقوى. فيها سبب ديني. حسين تحطم يقول تحطم. قال علي الصدمات. ها ضغط الاقران. ضغط الاقران لا، ما هو بشيء مباشر. تركي تركي. اهتزاز الثقه. اهتزاز الثقه هو اللي يتكلم عنه. فيها اسباب اقرب لكم، فيها اسباب خارجه عنك، فيها اسباب متعلقه بالنشاه، البيئه انا عندي او المجتمع. البيئه انا عمر اذا كان مثلا زي ما تقول لم يوجه من والديه. بس الوالدين توجيه. هذه 100 سجل 100 والله انا سجل 100 ثانيه لحاتم الفريدي، واذا تبغون تسجلونها باسمي عادي احنا نشبه بعض. لا 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 ضغط الاقران. الله يسعدك. اي والله انكم تشبهون بعض يا ولد، لا يغلطون. لا لا حاتم انا قلت لهم اسمي ترى. لا لا التنشئه الاسريه بمعنى هذا، مو ما اقولها لكم ترى، انا في دوراتي للاباء والامهات اقول كلام ثاني مو باللي سمعتوه. نقول للاب والام لا تربي ولادك وبنيتك على انه اص، لا تقول لا، اعطى الثقه. ملابسك تلبس ابيض، تلبس احمر، تلبس طويل، تلبس غترك كذا، البنت تلبسها امها كذا، لا شعرك ابغاه كذا. لا تحطمون مجاديفهم، لا تربونهم على انهم تتفاخرين تقولين والله يا بنتي ما تقول لي لا، لا خليها تقول لا بس بادب. يا نعم تصير شخصيتها مهزوزة، ولذلك الأباء والأمهات اللي يسمعوننا دائما نقول لا تربون أبنائكم على أنه يخنع، أنه ما يقول لا، أنه أبدا ما يأخذ رأيه، أنه ما يحاور في البيت، ما يأخذ رأيه حتى لو صغير، رب فيه الثقة. فالتربية الأسرية سبب أيضا. طيب. طيب. بتجينا أسئلة ثانية لكن باختصار حتى أن الوقت ما يأخذنا. شوفوا سؤال ثاني، موضوع بعض الثقافات اللي تنتشر في بعض التجمعات في المجتمعات بشكل عام. مثل ايش؟ الصغير ما يقعد مع الكبار، لا تتكلم والكبار موجودين، لا اياني وياك انك تتكلم ناس اكبر منك، لو هم عمانك لو هم خوالك. ولذلك بعض مجالسنا ولله الحمد اللي يجي فيها الصغير اللي بيعرف الادب لازم يعاد بعد ما يخليه يتجرع على الكبار، نقول له تعال وانا ابوك، وتلقى بعض الناس الحكماء يقول خلوا الصغار في مجالس الكبار يتعلمون المرجلة ويتعلمون الأسلوب، يتعلمون كذا، يتأثر بالبيئة. هذا مهم جدا أن ما نعزل الصغار عن مجالس الكبار بحدود الأدب، بقدود احترامهم للمجلس، جالسا على السوني 24 ساعة ومجالس الرجاجيل ما يقعد فيها، هذا مشكلة في التنشئة. طيب نبغى سؤال ثاني يا دكتور. طيب عشان باقي 200. طيب باقي لنا 200. باقي لنا 200. خلاص قالها حاتم. قلت سبقك لا فيها. لا قال الوالدين. قلت سبقك فيها حبيب قلبي. بس إذا كبر. بعض الافكار اللي تنتشر عند بعض الناس، يعني مثل يقول مثل ما قلت لكم انا في ضمن العلامات، وما ابغى ازعل احد، او يجي يتفاخر يقول انا الحمد لله ما لي اعداء. اللي ما لها اعداء اليوم ولا يقول لا للناس ما هو بنسان صراحه.
الناجي محارب، بس لا تستعدي الناس، تقول اعوذ بالله يدخل يدفش الناس ويستعدي الناس ويستفزها، هذا مين من الحكمه. لكن متى ما اكدت حقي وتوازنت في حياتي، اقول لكم شيء، اللي بي بي بيكرهني او بيحسدني بقريح، انا مش صح، يطرق براسه الجدار. خليك قوي لكن لا تستعدي، لا تصير متهور، خليك حكيم. طيب خلونا نعطيكم برضو شيء اخر. بعض الناس عنده فكرة، وهذه من أسباب ضعف توكيد الذات، إني إذا طالبت بحقي بسبب إزعاج للناس، وذلك تلقاه يعتذر يقول معليش يا شباب لا تزعلون مني، ليش؟ أنا والله أنا ودي اليوم نتعشى كذا، أنا والله ودي اليوم نروح كذا، أنا ودي يا أخواني نروح كذا، أنا ودي والله نسوي، أنا ودي أن نسوي الأمر الفلاني في المجلس عندنا كذا، بس لا أحد يزعل مني. هو عنده في فكرة أنه إذا خالف الناس، إذا جاب شيء مخالف لهم أنه فيه زعل وأنه سيصنف وأن الناس بيكرهونه. فبعض الأفكار هذه نفسيا تؤثر عليك أنك تكون ضعيف في ذاتك، وعدم مؤكد لحقوقك إذا كان عندك مثل هذه الأفكار. ومثلها موضوع التواضع اللي قلناه، التواضع الكاذب هذا، ومثلها موضوع اللي بأخجل حياء، هذا مو بحياء، هذا خجل مذموم، ما هو بحياء. طيب لو كان الكنترول مثلا سحبوا الميتين اللي باقي، وش يسحبوا يسوون فيها؟ سحبوا، لا 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 نتعامل معهم. إذا سحب معهم أقوم وأطلع سيارتي أقول أنا معترف زين، أقول لهم ترى أنا ما أقبل. أنا ترى دكتور وجهت لك السؤال، أبغى أشوف ردة فعلك أنت من خلال. لا لا أقول أبغى أقول لهم والله يوم وعدتونا بربع ميتين وسحبتم من الميتين نسحب منكم الوقت الباقي، وأقوم أطلع سيارتي. إيش رأيكم يا شباب؟ وانا اصفق الهمام والله شكل بيسكوا الميكروفون حق لا توكل على الله دكتور سامي. لا والله بالعكس، والله الله يسعدهم زعلك لا لا فقط جد اللي راح فيها دكتور سامي. من هو راح الماضي الاما جاء هو اللي راح فيها الان لانه طرح. كم باقي معنا من الوقت؟ كم باقي كنترول زودوا 200 زياده يعني معنا 400. كفو زين يا دكتور سامي، هذه ثمره من ثمار توكيد الذات. الله الحمد لله. زين وش رايكم نشد عليهم نبي 1000 ولا تضم؟ لا كذا ما عندنا موازنه كذا. طيب اسئله بسيطه بناخذ اسئله، وخلال بسالكم بعض الاشياء مهم في الحلول، لازم بقي وقت للحلول. طيب في عند احد عنده سؤال سريع كذا ولا ندخل في الحلول؟ خلوني اشاوركم في الحلول. انسان عنده ضعف توكيد للذات، شو يسوي؟ سواء كمقياس، مقياس راتوس اللي قلت لكم، مقياس نفسي لتوكيد الذات نفسي، او هو يشعر بنفسه اصلا، وش يسوي؟ اولا قبل كل شيء يواجه. يواجه كيف؟ يواجه مثلا هو خايف من شيء معين، ايوه، او خايف من شخصيه معينه. انا خاف من الشاب اللي قاعد معهم اني ابدي راي، شو اسوي؟ اواجه، ابدا اعطي الراي، ابدا ما اقبل منك الجواب صحيح، بس ابغى منك تفصيل عشان نعطيك 100. طيب صل على الرسول، عطني تكتيك حلو للمواجهه. تكتيك يا طويل العمر، مثلا انا بطرح موضوع، ايوه عرفت، قل بطرح موضوع معين او ابغى ابدي اعتراض معين، تمام، ومتخوف من هذا الاعتراض، واجه باعتراضك وما لا تهتم بالنتائج، تمام، تواجه. خلينا اقرب لك شوي زين، والله ودي اعطيك اعطيك 100، نعطيه 25. اسمع لا والله مرضى، والله مرضى ما بقل من 30. الله يسعدك والله. اسمع، انت عندك مشكله في توكيد الذات؟ لا ابشر، لا اقول لك مثلا يا رجال انت ما شاء الله عليك، لكن اقول عندي يعني انا بنتكلم عن الحلول. عندك مشكله في توكيد الذات زين، في كثير من الامور في حياتك، اسالك سؤال على اساس انه انت جاوبت الان، لكن نكمل الجواب ونعطيك ال100. نعم. تبدا بالامور الكبيره ولا الصغيره؟ ابدا طبعا بالامور الكبيره. بالكبيره؟ نعم. وثم تبدا بالامور الصغيره عشان خلاص ما عاد تهتم. طيب وش رايك ان يقول لك ان معليش ان كلامك يعني يبغى له اعاده نظر؟ برر لي ليه؟ انسان يا الله يطالب، لا لا خلني مبسوط ها؟ لا لا اسمعني، انسان ما يقدر يطالب عشان 150، اسمع، ما يقدر يطالب انسان بحق له 1000 ريال 2000 ريال زين، يطلبها واحد مسلف هي بندر ولا تركي ولا اي واحد من الشباب مثلا زين، وعنده موضوع بسيط انه يقدر يقول للشباب والله نبغى نسوي كذا، والله العشاء اليوم مثل ما كنا نمثل لكم مثال الان، ايهما اسهل؟ العشاء ولا 2000 ريال؟
في العشاء. وهو لا ذي ولا ذي ما هو ما يعرف. ما يقول لك أعطيك وجهة النظر في الموضوع. هذا الحين أنت بطل بالألفين. خش في الثقيل. خش في خل العشاء يجلس عشان يجيك العشاء. التدرج. الألفين جاك العشاء. اسمع. لو قلنا التدرج مطلوب كيف يمكن نقول له الإنسان هذا هو ضعيف يا رجال تورطه. قصدك كيف يبغى شوي شوي. أيوة هو جاوب شخصيته. النفس النفس ما تعسف. أنت هذا أسلوبك أنت. أنت بتأخذ القوي على أساس أسلوب يسمونه هذا الصدمة أسلوب ال خلاص. مواجهة. مواجهة وهذا أحد الأساليب. طيب. سبولة مية. يستاهل. سبولة مية. كود ذبحناه وكود ما. استاهل استاهل. ترى قرقعت رجعناها 30. أنت وتقول أبي 30. الله يطول عمرك. يلا. باقي 300 بركة. لا لا 100 باقي 300 باقي 300. طيب أعطونا حلول. واحد عنده مشكلة في توكيد الذات كيف نحل مشكلته؟ أبغى شيء عملي ما أبغى أفكار الذات. واحد قال والله وش الحل؟ نعم نعم عملي. اللهم صلي على رسول الله. يبحث في نفسه. طيب يجلس مع نفسه هو. أيوه يجلس مع نفسه وصارح نفسه. يا سلام. إن مثلا أنا عندي خطأ. أنا ليش أقمع؟ أنا ليش وش يا سلام. وش وش ميز غير؟ الله عليك. نعم وش يميز غيري عني؟ اقعد اعرف نفسك. تكلم مع نفسه في المرأة. كيف هل ممكن يكتب بعض المواقف؟ يكتب يكتب يا أخي. نعم يكتب. أنا والله في يوم فلان شفت المذكرات الشخصية هذه. ليش أنا كده؟ ترى حنا نمشي في حياتنا أحيانا بدون ما ندقق. لا صديق مثلا يكون مثل ما صنع دقيقة توكيد الذات. لا لا يستاهل والله. النقد الشخصي مهم جدا. قياسا لكلامه أحيانا اخاطب نفسي في المراية. ايوه يخاطب اجلس مع نفسك كذا اتكلم انا ليش كذا وانا كذا وتعزز ثقتك بنفسك. طيب تظهر في نفسك مكانه. طيب واحد يا شباب مره الامور ما قدر بنفسه يلجا الى صديق مثلا ابراهيم 100 ريال بس يشوف وش الاسباب. يشوف شو الاسباب بعد اذنك. 100 ريال لابراهيم بفمين. ايه ابراهيم كنترول تمام. كم باقي عندنا؟ باقي عندنا 300. باقي عندنا 200 ولا 200 باقي. اه صح باقي عندنا 200. ايش قلت تقول؟ شوف ايش الاسباب. شفنا الاسباب مثلا صارت الاسباب مثلا انه والله اسرته وتنشئته مع ان هذا امر قد الرجال كبر الحين غير البيئه. تغيير البيئه. نعم. كيف غير البيئه؟ غير البيئة. يطلع من المجتمع اللي هو فيه حاول يصنع قد يفيد لكن ما اعتبره انه حل جذري. يساعدونه البيئه اللي حوله. يساعدينه يعني شو يساعدونه؟ ياخذون رايه يعني عندي اب وام صراحة جزاهم الله خير ولكنهم ما يعرفون كيفية انهم يبنون عندي الثقة. يصارحهم انهم يساعدون. صارحهم. هل الصملة من ضمن الاشياء؟ دكتور سامي. دكتور الصملة ما لكن كيف يكون صامل دكتور يروح يشوف له شخص يروح لحظة بس جابها بذيبان يروح لشخص ياخذ منها شخص متخصص. احيانا مو بلازم احيانا الطبيب الجوانب هذه الخصائي النفساني المرشد النفسي يسوي لك المقياس ويسوي لك دراسة يعني نفس تقييم نفسي زين لهمية لهمية تركي 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 مشبب تركي 100 استاذ تركي مشبب 100 نقطه تركي 100 اصل باقي ما جاوب لا تركي 100 بتوكيد معلش بدون زعل يا شباب. لا لا معلش لا تزعلون مني كلكم هذا من عطها طيب باقي اخر 100 من جهني من برايم جد خلاص قد خليت 100 هو الاتزان التوازن. التوازن مطلوب. التوازن الوسطية مثل ما قلنا الآن تكون توكيدي ليس معناته أنك تكون ضعيف ولا تكون متسلط على الناس. لا زيادة توكيد الذات هذه مصيبة تخسر فيها كثير من علاقاتك مع الناس وتتجاوز حقوق وتورطك في مآزق قانونية ومآزق اجتماعية ومآزق نفسية وتخسر كثير من رواق حياتك إذا أنت مؤكد ذاتك بزيادة. فالتوازن مطلوب مو معناته يا جماعة الخير اللي يشوفونا ولا أنتم يا إخواني إنه والله توكيد الذات إن إنسان جشع أناني ما همه إلا نفسه. لا يا حبيبي ليس معنى هذا. طيب آخر 100 معنا. آخر 100 معنا بالله هبل الشباب من 10 أقول على 10 ولا لا أصبر هم 3 كل واحد 33 وثلث وثلث كذا عشان لا ما زال شيء من القصور لا بنعطي سؤال أخير. سؤال أخير سؤال أخير باقي معنا سؤال أخير سؤال أخير اللي بيقولها بسرعة ترى هذا سؤال سرعة راعي البرنامج منه
سعود العتيبي راعي البرنامج. راعي البرنامج نبراس لولا المخدرات. من قال نبراس اول واحد؟ ما ادري. نرجع للفار. الكنترول يحكم. الكنترول يقول فيصل نيا. فيصل. انا سمعتكم والله كلكم. لا بس فلما رجعنا للفار لقينا نبراس من الاستاذ دكتور سامي. انا اعتراض من باب التسميه. ليش تعترض؟ من حقك تعترض. اعتراض من باب التسميه. خلني انا من حقي اعترض. من حقنا نرفض. البرنامج اسمه برنامج جد رصيدك. الفقره اسمها فقره نبراس. لا انا اتكلم عن الفقره هذه. راعي الفقره. من راعيها؟ راعي الفقره. برنامج. طيب نذكر بالنقاط يا حبايبي بعددكم. ابراهيم ابو فمين 100 نقطه، وعلي برضه 100 نقطة، وعايض الفارع 100 نقطة، وحاتم الفريدي 100 نقطة، تركي مشبب 100 نقطة، وفيصل نياف 100 نقطة. كم هذه؟ تستاهلون. بندر 500 حقت الجمهور. 500 هذيك حقت بندر. طيب نذكر بسؤال الجمهور بس عشان ما يضيق علينا الوقت. سؤال الجمهور: كيف يستطيع الشاب مقاومة التأثير السلبي من الأقران الذي يعيش معهم بشكل يومي؟ يا سلام. كيف 500 ريال سعودي مقدمة من نبراس المشروع الوطني لوقاية من المخدرات، و500 ريال رصيدية ستضاف في أحد أصناف المتسابقين من خلال كومي جمهورنا الكريم. الجواب توقيت الذات. عندك ترى ما قلت شيء. ما سمعتوا؟ توقيت الجمهور. الجمهور ألم من بعيد لبعيد. توقيت الذات. توقيت الذات يا ولد. توقيت الذات. كثر كشطة. طبعا في تصميم بيجي عندنا هنا بنشوفه ولا كيف؟ هذا هو التصميم اللي نزل الان على حساب ايه على حساب القناه. ها على حساب القناه في منصه تكس لتاكيد الفائزين. طبعا مبروك يستاهلوا. إيه لان ما شوف عندي شجر ترى. ايه لا واضح. طيب قبل لا نختم نبغى كلمه اخيره منك دكتور سامي. دام الموضوع كان على القرين وما القرين، في مثل عندنا في الجنوب يقولون الشيبان، يقول لي من صاحب أقول لك من أنت. وفي أيضا الأبيات المعروفة: لا تسأل عن المرء واسأل عن قرين فإن القرين بالمقارن يقتدي. فجت على بالي بس قبل النبي صلى الله عليه وسلم. خير ما أختم فيه حقيقة قول الحبيب قدوتنا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. المرء على دين خليله. ضغوط الأقران حق يا شباب، وجزء من حياتنا أن يجلس مع ناس حولي، وجزء من علاقاتنا الاجتماعية أن نتأثر بمن حولنا. لكن الإنسان صاحب الشخصية القوية، صاحب الشخصية المؤكدة لذاتها، يحسن التعامل مع الآخرين وراعي حقوقهم ويحترمهم، لكن قبل ذلك يعرف حقوقه أصلا، يعرفها ويعرف يأكدها، ويعرف متى انتهكت حقوقه أو تعرض لضغط ما يوافق قيمه معتقداته خلقه والشيء اللي تربى عليه، انه يقول لا بكل ثقه والله يحفظنا وياه. شكرا لك دكتور سامي، وشكرا لكم اخوان المتسابقين، شكرا لكم مشاهدينا الكرام. عنوان حلقتنا اليوم كان ضغوط الاقران ومهاره توكيد الذات. شكرا لك دكتور سامي، قدمت لنا دوره ثريه في وقت وجيز، استفدنا منها احنا كمتسابقين، حتى اتوقع المشاهدين استفادوا منها. شكرا لك، وان شاء الله نشوفك الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج شروق وفقره شروق. انا كنت متردد الحلقه فيها اشياء تربويه المشروع الوطني للوقايه من المخدرات. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صفقونا صفق لك الدكتور سامي.